نعم. ما حكم الغش في مادة إنجليزي؟ أنت غاش فيها؟ نعم. أجل جزاك الله خير. نعم. الحمد لله. طيب مادة الإنجليزي في المدارس مادة معتمدة، ليس الإنسان فيها مخيرا، وإذا كانت معتمدة فإن الشهادة لن تمنع الطالب حتى يكون قد أجاد في جميع المواد، أليس كذلك؟ فإذا غش فهذا غش على الصف، والغش حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منه.